انه المسلسل على ملك قناه الحوار التونسي هذا حسب العقد فهمت ما نجم نقدمه كان في قناه الحوار التونسي يعني هو اعطاك فلوس لا خلا لا سايبه تي بون هانا ما نحبش نتعسف انا تو ما حبش اعطيني بلاي سؤال سؤال معناها بين قوسين في بالنا اللي قبل كان تم مشاكل وبعد رجع الود بينك بينه من خلال المسلسل انت وسامي تي الحكايه ما في اشخاص معناها علاش سامي تو انتم اصحاب هو تتفصل من نجم يكون مع البلو ما نعرفش والله لا نعرفه انا نحكي لك على مؤسسه صحيح. الحوار على قناه احنا العقد نتاعنا ماهوش مع سامي يعني مع قناه الحوار التونسي اللي هي عندها محاسبين نتاعها وعندها مديرينها وكل شيء نتعاملوا معهم هما بصفه مباشره نستناو في اجابتهم هما ما هو ماهوش منخرط في الامور هذيك معناتها حسب اتفاقيتنا الاولى بكل انه ما فماش معناتها ما فماش حديث معها الفلوس فهمت I don't know.